ليا خلال برنامج صباحنا غير عم نركز على حملة التوعية حول مرض سرطان الثدي، بما أنه صحيح. شهر التوعية هيدا خلينا نحكي عن الاكتشاف أو الكشف المبكر لسرطان الثدي، بالتالي علاج مبكر وهو أفضل الطرق المتاحة لتقليل عدد الوفيات وزيادة عدد الناجيات من المصابات بالمرض. كلما تم اكتشاف المرض مبكرا كلما زادت فرص النجاة وتجنب العلاج القاسي. نحكي أكثر عن سرطان الثدي والأخطاء الشائعة اللي بدها تجاوبنا عنها الدكتورة سناء عبد الرحيم، أخصائية في الجراحة العامة وجراحة أورام الثدي. سعد صباحك. سعد صباحك، اهلا أهلا وسهلا وسهلا دكتورة فيك هند، على اهلا شاشة وسهلا. الأخبار صباح اليوم. الخير دكتورة أهلا سناء. صباح النور، اهلا وسهلا. بالبداية يمكن ضمن هالحملة الإعلامية مثل ما ذكرت نور، أو هالحملة الكتير كبيرة، حملة التوعية من أجل يمكن العناية أكثر، أو يمكن توصيل الأفكار أكثر للفحص، أو تمام لحتى السيدة تدير بالها على حالها من سرطان الثدي. تمام خلينا نحكي ببداية حديثنا عن طرق التوعية اللي لازم كل سيدة بتوقيت الصحيح، يمكن الفحص الذاتي، كل ايمت لازم تروح وتشيك بالمراكز؟ هلا نحن دائما معروف عالميا انه شهر 10، ويمكن حكى اكثر مره، هو الشهر العالمي للتوعيه بسرطان الثدي على مستوى العالم كله. نحن بسوريا ما قصرنا بهذا الموضوع، والحمد لله السنه هي كانت في نشاطات كثير حلوه، يعني قامت فيها يعني مؤسسات حكوميه او اهليه او مشتركه بين الاثنين سوا. الموضوع الكشف الباكر نحن يعني صار الحكي كثير، الناس صارت تعرفه انه نحن عم نحكي بنسبه شفاء 99% اذا كنا بالمرحله ستيج 1، عم تنزل لا سمح الله النسبه ل 16% اذا كان في حال نقائل او متستازز. فهي هي النقطه اللي عم نلعب عليها، انه نحن لو اشتغلنا بالكشف الباكر السيده عم تكون بمنأى ان شاء الله عن المضاعفات السيئه للعلاجات الكيماويه الصعبه او العلاجات الجراحيه الكبيره الراده. فنحن عم نحكي باكثر من شيء، اذا استفدنا بالكشف المبكر صح. عم تستفاد السيده باكثر، موضوع الشفاء البقيه، موضوع رد حال استئصال الثدي. نحن بالكشف الباكر ما بنستأصل الثدي، نحن يكفي احيانا نستأصل ربعه او منطقه الورم وحواف امان 5 ميلي مو اكثر. فهي هي الفكره اللي عم نلعب عليها، البقيه عم نحكي ب 10 سنوات وبقوه 99%. نحن اذا صار عندنا ميتاستازز البقيه 3 سنين، عم نحكي باكثر من 3 سنين، وبنقول نسبه شفاء 16%. هي النقطه اللي نحن كثير مهتمين فيها. الكشف الباكر يعني المسح الدوري، بنبدا نحن الفحص الذاتي. شجعنا الصبايا، شجعنا الشابات انه من وقت البلوغ هذا الثدي ابدأي تعلمي على ملمسه، لا تخافي، يعني هي نقطة الخوف بدنا نكسرها نحن، انه انا ما بدي افتح على حالي بواب، انا هيك ما بدي، انا مطبنة ما بدي. هي الفكرة هي اللي وكثير عم من الناس نحاول. بتقول انه سهل الحكي بس نوعا تطبيقه بتلاقيه بتخاف، صحيح؟ يعني هي لسه في عنا في هيك شيء موروث عنا، بس نحن عم نحاول انه نشجع انه ابدأي من البلوغ، ابدأي بفحصي الثدي شهريا مرة، وفي حال لا سمح الله اكتشفتي شيء زيارة لعند الطبيب. أمتى الوقت صحيح دكتورة؟ نحن دائما يعني بنقول انه بعد الدوره الطمسيه بخف احتقان الثدي، فلازم شهريا مره نفحص الثدي بعد انتهاء الدوره الطمسيه، نبدا من البلوغ وشهريا مره. اما بالنسبه لموضوع المسح او السكريننج اللي عم نعملها بالحملات، نبدا من ال40 صور الماموغرافي. اما نحن قبل ممكن نكون عم نزور الطبيب كل 3 سنين مره، نحن عم نعمل فحص ذاتي، لقينا شيء ممكن نزوره، بس نحن كحملات وكاعلام نبدا من ال40 لاسباب عده. اولا لانه بعد ال40 حساسية الثدي لأشعة الماموغرافي أقل صارت، أقل. هي نقطة. النقطة الثانية بتزيد سرطان الثدي مع تقدم العمر، طبعا ما بيمنع أنه شفناه بأعمار صغيرة، ما بيمنع أنه شفناه بالعشرينات كتير، بس نحن عم نحكي أنه هو يعني الأشياء انه مع هو تقدم بدنا العمر. نحكي انه هلا بهذا الوقت يمكن صارت نسبه البلوغ عند الفتيات كثير مبكره، فهذا الشيء قديش بياثر على الاصابه بالشرع عن قلب الكلبي سرطان الثدي؟ كثير سؤالك حلو، لانه فعلا هي وجعنا حاليا، يعني نحن بسوريا وبغير دول انه صار في عنا بلوغ مبكر. طبعا والمتهم الاساسي وال يعني اللي كلنا عم نحكي عنه هو الغذاء غلط ونوعيه الحياه الوجبات غلط. السريعه للاسف اللي عم تبلغ قبل بتسع سنين وما دون عن اقرانها، نسبه السرطان الثدي عندها عم بتزيد 30%. اكبر. ما عم نحكي يعني ما عم نحكي بارقام عاديه، عن اقرانها، يعني عن مو بشكل عام بالمجتمع، عن اقرانها 30%. فهو هون موضوع الاكل الفاست فود اللي عم بيصير، الدخيل على مجتمعنا الشرقي اللي عم يزيد، عم نقلد الغرب فيه، هذا اللي عم يلعب نقطه البلوغ الباكر. نحن كل ما كان دوره الحياه الطمسيه عند السيده يعني بلوغ باكر وضهي متاخر اطول، فتره الدورات الطمسيه اطول،
الكل كما كانت معرضة لسرطان الثدي أكثر. فنحن بنقول قبل الـ 11 بلوغ غلط، ما كتير بنحبزه، وبعد الـ 55 كمان غلط. يعني هاي الفترة كل ما طالت أكثر نسبة سرطان الثدي بتزيد أكثر. طيب دكتورة، خلينا نحكي لو السيدة خلال الفحص الذاتي اكتشفت أنه يمكن في كتلة، وطبعا في غدد لمفاوية، في فرق طبعا. نوعا ما فينا نقول يعني مو بالضرورة إذا وجدتي كتلة أنت مصابة، هي نقطة كتير مهمة بسرطان الثدي. خلينا نحكي لما عم تفحص فحص ذاتي اكتشفت لقيت كتلة، ولقيت كتلة بسيطة، شو نوعا ما؟ هلا هون خليني ميز لك العمر. نحن إذا كنا صبايا صغار مثلا وشابات لقينا كتلة، اول خطوه لعند الطبيب. يعني انا هي ضد انه نروح دوري على التصوير، لانه احيانا عم بيكون في اخطاء صراحه بمجتمعنا. يعني صبيه 20 سنه مثلا او 17 سنه لقت كتله، الاغلب هن فايبر ادينوما اي كيسات، فعم تروح احيانا عم تطلب ماموغرافي غلط بهالعمر. اكيد نحن يعني الحساسيه الثدي للهرمون للاشعه كثير زايده، فهون نحن عم نعمل لها اذى. فنحن موضوع انه اول ما لقت كتله مباشره هي لعند الطبيب. الأعمار الصغيرة أول خطوة هو الإيكوغرافي. عندنا خيارات بين كيسة ممكن مراقبة، كيسة رائقة بسيطة. عندنا إذا الفايبرو أدينوما بنخيرها، حابة هلأ حابة نراقبها، يعني في أشياء ممكن نراقبها. السيدات الأكبر عمراً وكان في كتلة، فنحن دوماً الأغلب بنحب نلجأ للخزعة الكوربيوبسي، يعني بنحاول مباشرة أنه نعمل لهم خزعة. في على اللمس ما بتبين إذا فيها شيء، يعني نحن على الأغلب 90% من الملمس فينا نقول أنه منحسن ميزها. فلازم على الدكتور فوراً قبل التصوير، يعني ما حدا يجتهد. الخطأ الشائع أنه بيروحوا بيصوروا لحالهم، والأخطأ يعني أنه يعني الأخطر أنه أنا الصورة الشعاعية عم تأذيني، عم أتهرّض لهي الشعاع، يعني صورة شعاعية بوقت كتير مبكر. لهيك نوعا ما نتجه فورا لعند الدكتور، لأنه بالزبط. في كتير من الأخطاء الشائعة هي كمان منتشرة بشكل كبير، وكمان بيلعب دور بالثقافة والمناخ والبيئة المحيطة للصبية. تمام. هلأ نحن الخطوة اللي عم نواجهها من صراحة بنعاني منها بالعيادات، موضوع انه نحن بس نلاقي كتله الا بدنا نعمل لك خزعه. وبصراحه هو لازم يعني انه اول خطوه اعملها انا هي الخزعه. خزعه بالكورنيد الابره خاصه. المشكله انه سمعه الخزعه كثير سيئه. المشكله انه يعني الموروث عنا انه الخزعه هي بتنشر السرطان. صحيح، هذه الفكره اكيد هي ثقافه غلط. بالضبط بالضبط. يعني نحن دائما بقول لك انه انا اذا عملتي لي خزعه بتنشري دكتوره، انا ما بننشره، نحن عم ناخذ خلايا لنحللها لنعرف شو الخطوة التالية. أو إذا عندي بدك تاخدي خزعة يعني أنا مصابة، يعني هي كمان كمان هي الفكرة بشكل كبير. يعني دغري بيخافوا خزعة دكتور معناتها سرطان، لا نحن بنعمل خزعة لنتأكد إذا كانت فايبرو أدينوما إلا تركيا، ما في داعي تستأصليها أصلا يعني إذا كانت بالأعمار الصغيرة. فهي الفكرة أنه الخزعة هي الخطوة الأولى. بعد الخزعة بيجي دور الاستقصاءات الشعاعية الثانية، في حال لو كانت الكتلة ما منيحة لا سمح الله، في عندي استقصاءات شعاعية بدي أعملها، بدي أطمن على جسم، أعمل طبقي محوري، أعمل بتسكان، أعمل ومضان عظم، في أشياء لازم تنعمل. أما أنا دغري فوتها على غرفة العمليات وعمل جراحي، هون اللي عم يصير عنا أخطاء بالممارسة الطبية اليومية للأسف بعياداتنا. صحيح دكتورة. يمكن يعني هلا نحن بعالم التكنولوجيا والسوشيال ميديا، هو العالم الطاغي يمكن على حياتنا، دائما ماسكين الموبايلات، ودائما نحن خلص افكارنا يمكن مسيطر عليها ومبرمجه على الفيسبوك خلينا نحكي. صح. او الانستغرام. كثير في من الفيديوهات بتنزل انه كلي ما بعرف شو فورا بتنشفي، اذا اكلتي بذور ما بعرف شو يمكن هي بتفيدك بتخفف لك الآلام. وللأسف كثير من السيدات هي بتلجأ لهي الطريقة انه يتعالج حالها بحالها وما بتروح على الدكتور. هدول التفاصيل خلينا نوضحهم للعالم قديش صح وقديش خطأ. ابدأ معاكي واحدة واحدة. يلا هلا نحن اذا بدأنا بكتلة، الحكي عند سيداتنا القديمات الله يطول بعمره يمدهم بالصحة انه مثلا حطي نشا، حطي كذا، يعني وصلت لعنا سرطانات بمراحل متقدمة وراها الموروث هذا، انه يعني لا تصوري، اعملي هيك، عالجي لحالك باللبخات، هالقصص هي. طبعا نحن اتفقنا كتلة لا يساوي طبيب، مباشرة زيارة الطبيب. هلا الفيديو المزعج حاليا اللي منتشر طلع بال 2010، قد ما صار في ضجة عليه وقف، رجع بال 2013 انتشر، ولحد الآن هو منتشر، كل فترة بيطلع انتشار. نرجع نحن بنقول يعني منهاجموا الأطباء فبيعرفوا، هو الموضوع فيتامين بي 17 أو الأميجدالين، بذور اللوز المر أو بذر المشمش أو بذر الكرز. هي إذا بدي أقول لك إنه الأميجدالين بتفككه داخل الجسم بيتحول للسيانيد، سيانيد مادة سامة. في ناس ماتوا من وراء هذا في ناس، ونذكرت حالات الـ FDA ما عطت أي تصريح
نحن هو مانو فيتامين ابدا ابدا، اميجدالين ماده كيميائيه بتتفكك داخل الجسم تعمل لي تطلع لي السيانيد، السيانيد ماده سامه. FDA ما رضي يتصرح فيه، كان في محاولات من عالم انه يعني انه انا بدي تصريح انه مارسوا يعني طبق تجربتي على المرضى، طبعا ولا مره تجربته كملت للاخير، في معايير خاصه ودقيقه بتعطيها منظمه الغذاء والدواء الامريكي لاي دواء اذا بده ينزل على العالم بيكون حقق هاي شروط قاسية، ولا مرة حسني حققها، دوما في توقف بالتجارب، دوما المرضى ما استفادوا، في مرضى تراجعوا. فكان آخر شيء أنه أبدا فيتامين B17 هو كذبة كبيرة، لأنه شافي من السرطان ما بيعمل شيء. القصة الثانية تبع القشطة، فاكهة القشطة، صحيح فاكهة القشطة، يعني صرنا نضحك نحن نقول يمكن اللي عم يشيع هذا الفيديو هو التاجر اللي فوتها، صحيح. هو التاجر اللي عم بده تنتشر بالسوق، لأنه وصلت حق القطعة 9000 ليرة، يعني مو مزح. واحدة مريضاتي ضحكت قالت لي دكتورة من سنة أمي عملت استئصال ثدي، أكلت 27 كيلو فاكهة القشطة، بعد سنة عندها صار نكس بالمكان، نكس بجلد الثدي. فهي يعني عم أحكي لها أنه هالحكي مو صحيح، فكانت أملي صح دكتور، هيك صار مع أمي. فنحن فاكهة القشطة خلينا نقول فيها ألياف، ماشي حال ألياف مفيدة للسرطان، خلينا نقول فيها مضاد أكسدة. أنا جسمي إذا كنت بدي يكون مناعتي قوية بدي بحاجة لمضادات أكسدة، بس مضادات الأكسدة مو باب واحد، مو بالنسبة الكبيرة، صح، ومو هي النسبة الكبيرة. يعني أنا مثلا لما أقول فيها مضادات أكسدة ما فيني أتناولها بشكل يومي، هذا أثار سلبية على الجسم فينا نقول. يعني هي الفكرة عزيزتي أنه نحن مضادات الأكسدة الفرق أنه أنا بدي التنوع تبع مضادات الأكسدة، أنا ماني بحاجة لنوع واحد بالضبط، بدي داخلي وبدي خارجي. في أشياء بجسمي منغنيز معدن حديد، في أشياء بداخل جسمي، في اشياء باخذها من برا، المواد الكيميائيه النباتيه انا بحاجتها، بحاجه تنوعها، بحاجه انا كذا نوع هنا موجودين. فنحن الاكسده بنقول تنوع، توصيات المنظمات الصحه العالميه او سرطان بتقول لك كلي 5 انواع فواكه يوميا، ما بتقول لك نوع واحد، لانه انت بدك التنوع بالمضادات الاكسده. انا بحاجتها لحتى تحرر لي جسمي من الجذور الحره، بحاجتها لحتى تنظف لي من نواتج استقلاب الطاقات جسمي جوا. فاذا انا بدي التنوع، فنحن بنقول دائما نوعي 5 قطع 5 حصص فواكه يوميا بحجم قبضة اليد بيقولوا، صحيح، قبضة اليد او نص القطعة. فانا يوم بدي 5 انواع 5 الوان، ودوما نحن بنركز مشان موضوع البيتا كاروتين والسيانيدات على موضوع تنوع الغذاء، يعني مو بس فقط الفواكه والخضرة، الابتعاد عن الوجبات السريعة والغذاء الغير صحي، هي كمان نقطة مهمة بتلعب بكثير تفاصيل الى اثار سلبية وجانبية على الجسم. لهيك عم نقول انه نحن اليوم كل أطفالنا عم يتوجهوا للمطاعم ووجبات السريعة، لهيك عم نشوف في مشاكل صحية بشكل متكرر. حتى المناعة بين أطفالنا اليوم والجيل السابق تختلف، يعني بتلاقي بطريقة كتير غريبة. بالضبط، يعني هي نفس الفكرة اللي حكيناها بالبداية، إنه موضوع هذا الوجبات السريعة، أنا الكوليسترول ما لازم يكون عالي، البدانة نحن كلياتنا عم نحاربها، بدنا نكتر خضرة وفواكه ونركز على الألوان، برتقالي أحمر بنفسجي، لأنه كل الألوان القوية فيها المواد الكيميائية النباتية القوية اللي بتعطيني أحسن مضادات أكسدة. دوما نحن بدنا التنوع، ما بدنا بدانة، هي كلنا حكينا فيها. وموضوع الحبوب المنع الحمل المركبة أو المعالجة الهرمونية معيضة بعد سن الحكمة أو سن الأمل، بدي تكون بتحفظ، ما تكون بشكل عشوائي، تعمل خربطة بالهرمونات ونوع. يعني لا، بس هي لها مضارة على الثدي، فبتكون بإشراف طبي دقيق. يعني صحيح. ما بيحق إلا السيدة أنا والله لأنه أنا بدي مثلا ما يصير عندي سن الحكمة بدي أبدأ لحالي أخذ هاي الأدوية، أو طبيب النسائية لازم يكون في رأي لطبيب أمراض الثدي بهذا الموضوع. لازم يكون في تشاور بيناتهم، يعني أنه نحن بحق لي أخذ وأدي الفترة. دائما كل ما كانت الفترة أقصر أحسن، كل ما بعدنا عن المركبة أفضل. ما بدنا الهرمونات المركبة، بدنا دائما نحاول نلجأ قدر الإمكان للبسيطة. نعم دكتورة، بيقولوا قبل ما نختم، بيقولوا أنه بعدي عن صبغة الشعر، الصبغة بتعمل سرطانات، يمكن كمان الليزر للجسم بيعمل سرطانات، كل هدول التفاصيل اللي هي هلأ صارت منتشرة بشكل كتير كبير، هي حلول سريعة للسيدة بكل تفاصيل حياتها، يمكن دائما بينبهونا أنه انتبهوا منهم بيأثر وبيعمل سرطانات، هالشي قدي صح أو قدي خطأ؟ هلأ شوفي، دائما نحن المبدأ العام أنه شيء مثبت بالبرهان، تمام؟ بيطلع فيه تعميم،
بس انا بحب احكي لك شوي. بس بعد اذنك هلا كل سيده طبيعه جسمها نفس الثانيه يعني بجوز يمكن هيدا الشيء اثر على هي السيده ولكن ما ياثر على السيده الثانيه صح؟ حتى الاكل بالضبط دائما في عندك انت شو عندك طفرات من الطفوله شو عندك وراثه كذا يعني كلها بتلعب دور. انا شو تاريخ عائلتي كعائلك تاريخ عائلي سرطاني او تاريخ في شيء بتلعب يعني في ذلك استجواب كامل كل شخص بيختلف. دوما احنا كلمتنا بنقولها لا يوجد مرض يوجد مريض هاي هي الكلمه الصح. هلا بالنسبه لموضوع صبغات الشعر الدراسه طلعت ببريطانيا وعملها الطبيب السوري طبيبنا المبدع دكتور كفاح المقبل هو طبيب سوري بس حتى الدكتور كفاح قال انه بتزيد السرطان بتزيد نسبه السرطان بنسبه 14% بحال الصبغات كل 4 لـ6 أسابيع بس بنهايه دراسته رجع قال ولكنها دراسه وتحتاج الى الاعاده كذا مره. نحن وقت اذا عم نحكي بالعلم بدنا نقول دوما في عندي شيء تجربة على كذا مثبت مرحلة صحيح. ثلاث مراحل حتى نقول في كثير من الدراسات مو بالضرورة تكون صحيحة. الدكتورة سناء عبد الرحيم أخصائية بالجراحة العامة بدنا نتشكرك على وجودك معنا وعلى المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا إياها وبدنا نأكد إنه وجود ورم هو مو بالضرورة يكون وجود مرض هو يجب التوجه إلى الدكتور. شكرا كثير لك. عفوا شكرا كثير لك دكتورة والله يبعد المرض عن كل السيدات وعن كل الناس يا رب. مهلا مشاهدينا.